اهلا بكم مشاهدينا في فقره الفاشن من برنامج سيدتي. اليوم حنتعرف عن قرب على مها عبد الرشيد وتصاميمها المستوحاه من زمن الخمسينات. أنا جدا سعيدة أن أنت اليوم معانا في فقرة الفاشن من برنامج سيدتي، وتعرف كل البنات يحبوا الفينتج وكذا، وأنت بداياتك كانت في الفينتج. صح صح يا غالية صح. إحنا بدأنا من حوالي 8 سنين وبدأنا ببامبا كمحل فينتج بيبيع هاي إند فينتج كلوذينج اللي هي هدوم من أيام زمان. هدوم الخمسينات والستينات والسبعينات، كنت أنا بسافر العالم وأروح معارض وأروح فريرز وكذا وبنقي القطع بنفسي وبجيبها هنا، كنا عارضينها في البوتيك بتاعنا، والبدايه بدات بفينتج زي ما انت ما قلتي. صح، وكانت عندك نقطه تحول، يعني تحولتي من انك بتدوري العالم وبتدوري على اشياء فينتج لانك انت تسوي بنفسك ديزاين بالضبط اشياء شكلها فينتج. بالضبط، انه طورنا نفسنا الاول، قعدنا حوالي سنتين بنعمل فينتج، وبعدين انا جات لي الانسبيريشن، بدات اتجرأ وبدات العب انا بنفسي لغايه لما اخترعت ماي اون ليبل من الانسبيريشن بتاعت الخمسينات والستينات. طب قولي لنا اخر مجموعه ليكي. اخر مجموعه لينا اس اس 18 سبرينج سمر 18، هتنزل ان شاء الله الشهر الجاي، وهي الانسبيريشن بتاعتها من الهند. حلو، فكلها بقى الوان فيري برايت كولرز، عندك البينك والاورنج وذهبي وميتاليكس وكذا، مستوحاه من الهند، كانك ماشيه في سوق في الهند، فانت عارفه الهند يعني كلها الوان والوان داخله على بعض، فالانسبيريشن جت من هناك. الكولكشن اللي احنا فيها دلوقتي فول وينتر، الوان هاديه وناعمه، عندك الموف الفاتح مع البيربل مع الفلورال الهادي، فكل سيزون بيكون ليه قصته. يعني قبل كده كان في كولكشن انسبايرد باي ايتالي مثلا، والوان السانست، فكانت كله اصفر مع احمر مع ازرق. حلو، فكل سيزون بتختلف القصه بتاعته، كل سيزون ليه الالوان بتاعته المخصوصه. وكيف تختاري الاقمشه عاده؟ الصراحة أنا بسافر، يعني بسافر في كل حتة في العالم وبنقيها بنفسي، بس لما بيكون في print بنكون إحنا بنعمل our own print، يعني لو مثلا حاجة موردة أو حاجة مشجرة إحنا بنرسم الباترن وبنعمل الديزاين وبنطبع على القماش بتاعنا، فبيكون exclusive لينا إحنا. طب أنت مرة انشهرتي في الفيونكة، كنا نشوف فيونكات في أغلب فساتينك. صح، من فين جاك الانسبيريشن حق الفيونكة؟ بنحاول إن إحنا to have fun بالستايلز وبالكاتس وبالقمشة، ودايما دايما هتلاقي ورود وهتلاقي بوكا دوتس هتلاقي بوز وفلاورز، فده السبيريت بتاع البراند. قلتي انه مامتك اكثر واحده حببتك في هذا المجال. هي مامتي حببتني وادتني الانسبيريشن ان انا اعمل المودست لاين. يعني احنا من ساعه ما بدانا بامبا دايما بيجي لنا طلب على اللبس المحتشم شويه، سواء للمحجبات او غير المحجبات، فجت لي الفكره ان انا اعمل مودست كولكشن، يعني كولكشن محتشمه تليق لكل السيدات لكل المواقف، وده الانسبيريشن منه كانت مامتي، لانه انا مامتي محجبه، فدايما بشوفها. الله يخليكي، ثانك يو. فدايما بشوفها يعني في ال 30 سنه اللي فاتوا هي محجبه من قبل ما انا اصلا اتولد. أيوة، فدايما بشوفها انه ازاي هي حجابها او حشمتها مش بتوقفها من انه هي تمارس حياتها بطبيعيه، فكانت هي الانسبيريشن بتاعتي للمودست كولكشن. شكرا مها لوقتك، صراحه مره انبسطت، واشيائك انا مره احب زمن الخمسينات واحب الافلام الابيض واسود. مره ثانك يو غاليه، انت زيي. ايوه ثانك يو.